أنا الدكتور جبريل بارود من مؤسسة كاريتاس. إحنا اليوم في منطقة السوارحة، هذه المنطقة طبعا معروفة منطقة نائية، فيها ناس يعني مستواهم الاقتصادي يعني شيئا ما متدني، بيحتاجوا الخدمة الطبية اللي إحنا جايين نقدمها لهم، طبعا بالتعاون مع مؤسسة أميرة اللي إحنا بنعتمد عليها اعتماد يعني كبير في الأدوية، بدعمنا في الأدوية. بنشوف في اليوم هذا من 50 إلى 60 حالة. بالنسبة لكيف عملية اختيار المنطقة، احنا بنختار المنطقة من 3 حاجات أو 4. أول حاجة يكون يعني عدد سكان كبير، ثاني إشي مستوى اقتصادي متدني، وكمان ما يكونش في حواليهم يعني أو يعني خدمات طبية مش موجودة. ما فيش شكر كبير لمؤسسة أنيرة اللي احنا هالوقت لنا حوالي 4 سنين بنتعامل معها وبتدعمنا دعم كبير في الأدوية. يعني لولا مؤسسة أنيرة كان تغلبنا كتير وما قدرناش نغطي الكم الكبير من الحالات اللي بتجينا.